إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن كسرتنا كتابك الأصول من علم الأصول، عن كدحشنا كارهان عامك، وحن سوكرنا قوان كويري. وإذا ورد العام على سبب خاص، قال المصنف مصنف كوحي لمحمد بن صالح العثيمين، وإذا ورد دو صارر العام عام على سبب سببنا وكصارر سبب كاسو خاص قارة آيات قرآن أم حديث أصارري لفظ عام وكصارر آيات دو لفظ عام يكتبت أم حديث كل لفظ عام كيم، لكن سبب قارها تشرتي مركز أيضا سبب قاره تاغنتي آيات سودكتي لفظ يكو سودكتنا ولفظ عام أما سحديث النبي كيري لفظ أو النبي كواد لين هو لفظ عام كاسو كلام حالا سمينا حكم كاسو كلام ما سببتي قار كهيدا تاغنيد وكيمد حكم كاسو سبب كأو أها ما تاسو كلام لقو قاري يلي ما سلفت كاس النبي لفظنا أما آيات دقا مركز حكم كاس العميمية مسألة سوي مسألة هالكن لغا هدلا. وإذا ورد عبدو صارر العام عام على سبب سبب وكسر على سبب خاص قارة وجب وحا واجب يا العمل كدقمت بعمومه عام كعمومك سلقو دقمه محايا لي محا عمومك لو دقمه إلا سبب قارة تاقنيد وكسر عوري وقر لأن العبرة ليش على قيمين يلا فيرين يا لأن العبرة قيمين تيفيرين تا بعموم اللفظ لفظك عمومك سوى هذه آيات لفظك يدو عام ياي أنا حديث كلفت في سو عام ياي حكم كوحا لقى قادنا واللفت في سوحيك هدوح عام ياي والعام يلا حكم كمرك ماشا صلى فيرنا لا بخصوص سببي سبب تقار نقشد إذا ما يحكم كمان أرن كي تقنا يو سبب كاها و آيات كسو دكتي أنا حديث كو كسو أراري أرن تسكار كلا فيرما سببتو أماشا حكم كلقى قادنا سبب تي تقنا يتو معهن ee ugunka waxa laga qaadanaya aayada ana xadiifka ayaga xujo Soomaahan ayagi marka laftigooda ducaan yahay umumkaas ayaa wax weyn la dirishanay ee la fiirimay sababti taagnay sababta ay xubun ma xujo ma hayo wa baahidi taagnay markii wax igaan imaanay marka baahidaas inay arin gaar ah ee wax weyn xugunka loo gaar yeelimay ee laftigaana la fiirina haduu laftigu caam yahay caam aan loo adeegsanay sababta rabbul caalamiin ayadoo arin gaar u taagantahay haddu lafti aan soo dejiyay xikmaddu waxay tahay waxa weeyaan arinta saas u dhacda dhamaan xukunkeedu waa saas weey ee haddu ugu talagali laa allah inuu xukun gaar sheego wuxuu dhilaa qofka heeday arintaas waa isata xukunkiisu waa saas ma dhihin allah wuxuu yiri wixii sidaas ba u dhaca xukunkoodu waa saas caamu ka dhigay idan marka caaman ka dhigayna anagu illa meesha xukunka laga qaadana waa lafdiga oo waxa weeyaan daliilka waa qaadida marka muhiimna illa an yadulla inu tusamaana istithnaa ayu samayna istithnaa gan waxa la yiraahdaa istithnaa'un min umum al ahwal la min umum al ashkhas umum istithnaahan waxa la yiraahdaa istithnaa'un min umum al ahwal la min umum al ashkhas waxa laga soo reebaya wax waa xaaladaha umumkooda وحيغاس اما الدليل كاس عامكا حالبها او بان مروسا عميمينا جدا او حالات قارة خقار نقونا وحيغاس لكن اشخاص تعموم كودم مرنا وحلقا سور ريما شخص كستا او صفاتها سيشحون كاسو يالانا مركا اشخاص تحلقا سور ريما لكن احواشا مركا قبل اوحل لي حقون كان حالات داسو كقاري مركا وحوين استثناء من عموم الاحوال لا من عموم الأشخاص وحوين وحو حلقة سوريانية وعمومك أحواش إلا الدليل كو على حالتك استيقو كورو موغو
مركب قبل على ضحك قبل السور ربا ولليه حكم كان وخاص وحنا خاص كل الحالة داس حالة الوجريرية أما أشخاص تمايا أشخاص تقل وكبح يحون مركب السور إلا أن يدل إن تصمعهني دليل واحتصي على تخصيص العام عام كجارية لديسة بما حالنا لغو قاريهلو شخص لغو قاريهلو ما حال لغو قاريهلو بما حالنا لغو قاريهلو يشبه شبه هو حالكو حال السبب السبب حالة ديدي الذي سببك ورد عامك أسو أروري من أجل سببك أسدرتس أسو أروري فيختص عامك وقاره نقنا بما حال أيوكو قاره نقنا يشبه شبه هو حالكو ها سببتي شبهه وحاول مراك قبل الدليل وقتصي كرا لفتك عن عامك او سو اروري انو خاص كيهي حالت كستقو شبهه ده حالت دي سببتو كتمن ماها شخصي كوغار ماها لكن شخصي انها سببتو هاي ستي مركي وحيقا اماني قف كستو حالت باسو هاي ستو قاع كيهي اللي رابعه marka waxa lagu gaariyeeraya xaalad gaar oo ah xaalad kasto shabeedo u eeg xaaladii uu ku sugnaa qofkii sabab ku haystay markii wax uu soo dagay laakiin marna ba qof lagu gaariyeerimo lafdiga caamka marka shir illa an yadulla in tusamaana dalilun dalil ala takhsis al aam aam ki gaariyeeridiisa bima xaaladna lagu gaariyeelo yushbihu shabahu wa hal kaasu حال السبب سببتي حالت دي الذي سببك ورد عامك وصو أراري من أجل سببك درتيس وصو أراري فيقتص عامك وحكو قار نقنا بما حال يشبه شبه هو حالك ها سببك أما حالت دي سببتها هيت شبه مثال مثالك أدو عطاين ايا مثال ما شيء مثال كيس لا دليل واحد دليل على تخصيص جاريه دي سوسنكو اهانين مثال ما عام مثال كيس لا دليل واحد دليل على تخصيص خصيص دي سوسنكو سغنان ايات الظهار وايات الظهارك الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ايات كاس او ظهارك اياكم ايات كاس سبب غاري كيمدين فإن صلاة نزولها آيات كاسو دغيدوده سببتوده ظهار أوس ابن صامت صحابي الذي جرى أوس ابن صامت ظهارتي او ظهار حاسكيسي خوله بنت ثعلبه ظهارت باس آيات كسبتوده هي والحكم حكم كنا عام وعام فيه في أوس ابن صامت اي وفي غيره قيكيس هذا فيري آيات كاس أو ظهارك سورة المجادلة باللوغيذة سبب كوحو أها ننكي سحابيك هيا بيجري أوس ابن صامد حيا وحو ظهاري حاسك سي خولة بنت ثعلبة وحو ويان أنت علي كظهر أمي وير هو يلي دير كيرا دي قلمت سيدا اسمع عربت الضراقي ويقيني نبي قلتني صلى الله عليه وسلم رسولك الله nin kaan markuu quruxdeedii dhamaystay wixii ilmo calooshay ku jiray dhamaystay uu yiri anti calaya ka dhahr ummi waxa uu ula hadlay kowa ilmiye taan uga tago ma haysa karo waday duqa hadaan anigu qaatana dhaqaale uma hayo bal halkan ka war ilaahi weena aayad kaan soo daji aayad kaan soo daji aayad kaas oo wax weeyaan kafaara ku leesibinay ayaa ki soo degay ilaahay kuma soo dejin lafdi khaas arin khaas ah taagna fiir nin gaar ah dhibaataysan ilaah ma dhihin aws ibn saamid saasayelo xukun gaar soo dejin ee ilaahi weyna xukun aamu soo dejin walladina yudahiruna min nisaahin thumma yauduna lima qalu id awahid dumar kooda dhaaran kadibna dana uga jiray oo khaas inay haystaan raba fa tahriru raqabati waxaa waajib ku ah inay adoon xoreeyaan in qablan iyo tanasa ayad aanu wey waladin maaha qawsi musaamid fiir kali marka haddii waxaan leenahay marka xukunkaas xukunkiisa la fiirinaa waladin yudahiru min kasta oo haaskiisa dhahara waxaan leenahay fatahriru raqabati
من قبل أن يتماس محايا لي لفظي عام الذي هو اسم موصول عام خلاص أوصي مصامد خاصكم أنا أصلي عد كلام أوصي أنت صرفتي في لي ما ينديه ما ينهد أوصي تاجنا لبكيسي ليه ما ينه إيه وحنا لا نهاي إله هو الذي نؤير حجتنا ما هن أوصي لبكي كل حي إيه حجته هو الذي آية طويل آية حجة آية لفظي عام إيه كست أوصي فراس يلاطة هم كده وأساس هو آية فإن صرف النزول يا ظهار أوصي مصامد ويه والحكم حكم كنا عام عام كيا فيه أوص إيه وفي غيره ومثال ما مثال كيس دل الدليل الدليل او تصي على تخصيص غاريل ديس وح مثال كود معناه عام مثال كيس ومثال ما عام مثال كيس دل الدليل الدليل او تصي على تخصيص عام كغاريل ديس او لو غاريلو على حاله تشبيه حاله سبب حاله لو غاريله لا على اشخاص اشخاص لو غاريله ما لكن حاله غارها لو غاريله او او إيه حالات دي هيستي قفكي وحوين مركي لفظك اسمه بيقول ده هي سبب كأها وسبب تكون سجنات تاسمي تركي دي قوله هو النبي قول كيسا صلى الله عليه وسلم ليس من البر سما فالك يطاعرك مطمئهم الصيام الصوم في السفر سفر الوصوم ونبي صلى الله عليه وسلم في المكة الصيام وحوي والاستقراق يها كجفت صوم كست او سفر بلغو صوما ليس برا بر ما هي ضاع لفظه عموم كيسس وكين لكن دليل ايال لهلاي تصيا ان عموم كاس باقي اهين ان لغو خصيصو وحوين حالات دي شبهده ما بيقول مركو حالل كاس دهيي وحديث كاس كو هدليي حالات دي تاغنت حالات دي شبهده ايال لغاريين فإن سببه حديث كسبب الورود كيسة أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان وقو نبي كسونا في سفر سفر فرآ وقو أركي زحام إسئريرين بد ميل إسكو إريري أيو نبي أركي صلى الله عليه وسلم إيو الرجول من أيو أركي نبي نين كاسو قد ذلل عليه لحري نين ضلت الله سمينا ميل إريري يال ميل عرب قلول يال قرحبو هايضو او ضلت الله سمينا يو فوص الله سمينا قد ذلل أول لحري عليه منك منكنا واقع فقال نبي وغير صلى الله عليه وسلم ما هذا من كان عويهي قالوا صحابة وحير هذين صائم هو صغو صائم وان صوما وصنك لطعي فقال مركز نبي وغير ليس من البر باعبا يسمى فالك كمت معهم الصيام الصوم في السفر سفر كبهي صلغو صوما فهذا العموم عموم كان الصيام كسوغا خاص وخاص بمن قف أي خاص كيهي يشبه شبه هو قفكو حال هذا الرجل ننكس حالته السه وهو قفك شبهانا وهو من كشبه من قفوه يشق ببيو عليه من كركيس الصيام صنك في السفر سفر كالغو صوما وعلينا مركا الصيام رغم واحد عام لفظه لكن عام لولمة كده او احالة ده هردن ايه وحالغو قصيصي قفكي حالة ديسو اي شبه ده ننكاس او نبغو اكي حالة ديسة او اه قفكي شبه ده وامحي وقفكي مركو صوما كتب بطوضة او اتال او ايه او تبر ايه او كاسو كلام لين قف قف في دكتور ما هم قف جار تقولي عري اسمع أشخاص توا عام قف الله قف في دكتور رج يا دمر عرب يا عجمي أصون كمركو صوم الله نع وحن لين هاي ليس من البر صيام في السفر سفر كإلو صوم بر ما هن وحن أتصمد باع إلهي ما هن قف الله قف في دكتور عرق مسافر عن هاي كاسنا رجنا قف عنده قدمي تذكر وهذا يعني أن هذا الكري مر مرقي ففرويها النوح نوحنا بلس كدو الضوبة وحن لأنه ليس من البر الصيام في السفر باع إلهي معهن ودم بأن لأنه حتكو سوان الرقصة إلهي قادو أف صلى الله عليه وسلم قف الله قف كان عرقنا بان عرقنا قف حي اسك الصومن اسك أدي قني قريه سصور قرانا أفرك السماي السنة أرد الشيكي السنة قرآن كيس أقل السنة وحن لنا بر إضاعة كسوغن
لهم أنه ليس من البر صيام في السفر لهم أنه قف كاس محامك كساري إلا نبي لفظه سوى عام فيه ليس من البر الصيام لفظه هو عام محاصر مثل الحيوك لكساري وحا كساري نبي صلى الله عليه وسلم الصومي الصغر مسافر صحابتي لسو اعتقار كميدا الصومي ما ردعي كرتا نبي إنو سميه صحا بره هين نبي قوح سميه هو بره ما ردعي كرتا عن بره إنو سميه marka waa inaan niraahno nabiga iyo saxaabada soomaayeen dad awoode oo tahli kara ay ahaayeen sonka oo aan ku dhibtoorin midka uu nabigu yiri laysa min albirri siyamu fi safarina wa qafan awoodina dhacay marka waxa weyn waxa xadiidkan umumkiisi shakhsi lagu gaariyeeli ma laakin xaalada lagu gaariyeeli oo ah xaalad kasto shabahada qofkaas xaaladiisa kaasan ku gaariyeeli wuxuu yiri فهذا العموم عموم كان خاص وخاص بمن قف أي خاص يشبه شبهاته هو قفكو حال هذا الرجل من كان حال ديسة وهو من كشبه من قفوه يشوق لبي عليه كوكيس أصيام صنك في السفر سفر كاللغو صومو والدليل وحنا نتوسع على تخصيصه وهو ينهي جان أو نبي قوله ليس من البر الصيام في السفر والدليل واحد توسع على تخصيص عام كان قارية للديسة بذلك حال كاسلوكو قارية إن حال كاسلوكو قارية واحد توسع أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي وحو أها يصوم متكو صوم في السفر سفرك حيث مالو كو صومي تري كان او أها صومكو لا يشوق مدن ببين عليه النبي صلى الله عليه وسلم النبي وصومي تري سقو سفرها marka aan soonku dhigeynin wala yafcalu nabiguna ma sameeyo sallallahu alayhi wasallam ma shay leysa bibir aan baa'a ahayn waxa aan baa'a ahayn nabigu sameeyma idan nabiga baa u ha soonkaas nabiga kaliyan ma hano saxaaba badana sameey jireen saxaabadaas oo nabigu u ogaa inay soomay yihiin waxa ay sameeyeen waa bir kana bir ma ahan laba xaalad way laga kala dhigaa marka ashar هذه تنو مسألة ومسألة مسألة مشهورة لعن بحيي وهي مسألة سواحي طهي إذا ولد بابدو سوأرار النص النص نصكو عام عام من أجل السبب السبب درتد نو سوأراره سببكو خاص قارع فهل العبرة ماشا الله فيرنا حبوك لغا قادنا بعموم اللفظ اللفظ سوأراري عموم كي سميا أم بخصوص السبب ما سوى السبب تي تاقنيت قارع هانتيد وسؤاله كذلك سيل جوابت اللوه ده السجو فمثلا تصالحان قوله إله قول كيسا تعالى إلى واصر رياه إلى أوير الذين رقا يضاهرون الظهاريا منكم دين كحالين كمدين من نصاهم دمر كودة ما هن دمر كاس معهان أمهات ويوين كود لفظ ولفظ عام عام والذين ولفظ عام لأن الذين اسم موصول واسم موصول والأسماء أسماء الموصولة صلة الله يلي من سيئة العموم عموم كسيغوين كسي كميتا مارك آيات دان هذا باللوغة حقنكم معها حقنكم آيات كتن بيدا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لنا قالوا حقنكم وكاس مارك آيات دان وحاويين آيات في صلة كسكو سودكي كميتا هذا باللوغي واد saas u sheegay ee aayada xubunku ku dhacay waa haway waladina yudaahiruna min nisaa'in ee aayada ka dambeeyay wey kuwaas wey marka alladina ilaahiin aws ibn saamid ila madhin ee alladina u yiri alladina waxa weyn laan alladina ismu mawsuul wey wal asmaa wa asmaa al mawsuulatu silaba allah yaleena min siiq al umum umum ka siiqoyinkiisa kamidiin wa qad nazala wa ana soo tagay umum kaas u aam kaas wa soo tagay wa qad nazala عام كاس ويسو دغي بسبب سبب كسو دغي سبب كو خاص غار وهو سبب كاس الظهار اوس ابن صامت اوس ابن صامت ظهار كي او ظهاري وي لمراتي حاسكيسي خوله بنت ثعلبه اهد خوله بنت ثعلبه رضي الله عنهما لبدوا الله راضي كنوده تاسا كمنا مركا waxa weeyaan waxaan leenahay xukunka meesha laga fiirinaa waa lafdiga caamka waxa weeyaan xukunkaas la caam yeelaya markasta oo waxa weeyaan lafdi caam ah uu soo arooro xukunka meesha laga qaadana waa lafdiga waa la caam yeelay ashqaasto oo lagu caam yeelay ee lagu gaariyay ma sawki tagne
وقوله صلى الله عليه وسلم نبي قول كيسة في ماء البحر بدا بيه كيري هو بحر الطهور ومطق وطهر ماء بيه سوي لفظ ولفظ عام عام ولفظ عام كميشو كتيرا وهلك ماءه ومفد مضاف إلى معرفة وعام لأن قوله نبي قول كيسة أويري ماءه مضاف ومضاف والإضافة أي والمضاف كان لوما إضافة إلى محرفة اسكفوا الله إضافة ما والإضافة أي والمضاف إلى محرفة كي معرفة الله إضافة يانا من سياق العموم عموم كسيغوين كودو كميديا وقد ورد وانا صغر وراي هو حديث كانوا ما كلفتي وعام وحويان بد بيهد وحبو الضحيرة وعام بد بيهد وحبو الضحيرة وحب الضحيرة الضهور لفتقد وعام وقد ورد وصور حديث كاسو لسبب خاص سبب قاقة وهو سبب كاسو سؤال النبي قول لويديوها صلى الله عليه وسلم عن الوضوء ويسقاط بماء البحر بدا بيد الويسقاط ما بقى الوحي لويديوه صلى الله عليه وسلم بدا انكو صفرين بيه عبتين كان وضنانا وانكو يريه كو بدا ما كو يسقاط كرنا مركا النبي صلى الله عليه وسلم كو يسقاط ما بيهنا لفظ عامه سي وهو هو الطهور ماءه الحل ميتة بدا بيهد وحن الطهرة فيري مركا الطهيري دم حيمانا كو يسقاط جنابة وقبائصه نجاسة اسكاقمير بمان وعام تل كو صفرين كريما وابدا وطن ظهيري دينا وظهيري دينا عام لفظ ونبي وحيقون كي كبح شيء صلى الله عليه وسلم ديهم ما ينا مركا ويلقو سيسكرا كريا ديهم ما ينا وصدب كي تاقنات فيري ما ينا لكن وعن فيري لنا لفظي كان نبي وحيقون كلاقا قابنا لفظي هو لفظي عام حيقون كي مركا عام ونقونا والمحققون علماء المحققين تأيادوا حسوغان من الأصوليين حالا أي كميديهين ومنهم محققين تون كميديه المصنف المصنف الحسيمين يرون وحي أركان أي رأيهان أميسيين فعال رأيهوه وحي أركان لاتهاي أن الإبرة تميش لفيرنا بعموم اللفظ واللفظ عموم كيسة لا بخصوص السبب صورت قرهن تدماهن محايلا لأن الحجة تحجد في اللفظ الشارعي سيدي ماشي حكم كلاغا قادانا حجدو كسوغناني في لفظ الشارع وشارع لفظيس شارع الله نو لو اطلاقا نبينا نو لو اطلاقا صلى الله عليه وسلم سيدي شيخ محمد سعيد عثيمين شيخ يسوي كل كتاب كان واحد من اهل العلماء اصولين تكلم اي سوا كانوا شيغان شارع امرك حقيقه ضبطا والله اسغا شرع دجيه نبينا هو مبلغ كسو جارسين اي امه ومبلغ واسغ امته جارسينيه مركا لكن لبادة والويد لاقا او وحويان وفضين اما مسامحة تسامحة كجيرا مركا سوري لان الحجة تحجة ماشا حكم كاللقا قادنا في لفظ الشارع الشارع اللفظ بيسوء هذا وهو لفظ الشارع عام وعام والسبب السبب كلا يصلح ومصوب بضو ان يخصصه انو قاري السبب كما خصصه عام وقد كان الصحابة صحابة وحي أهايان رضي الله عنهم يبقونك وباقي يلا النصوص 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 العامة عامك التي نصوص وردت صعرارتي لأسباب صدد صعرارتي أسبابت خاصة قارئة على عمومها عموم كده يكون قاري يلي جرين وكو باقي يلي جرين ومن ذلك باقي يلي تسوحا كمدا قوله إلهي قول كيسا تحالى إلهي واصر إياه إلهي سبحانه فمن قفك كان هذا منكم إذن كحالة ومن كمد يهي مريضا مد حنوصا قفك حنوصا مركو حجك حفامة انبرا قفك حنوصا قالوا أما سبيه قفك وكسو ماذا أذن لب لب كاسو من كاسي حقا ماذا حكا هذا انشيرو ماذا حكا قشو قفك مركو حج حرطامة امرا حرطو تنتي محيري كرو وكحاران مركاسا تنتي انشيرو اسكا قش ففيديتو وفحالة تحيروي قفك وحنوصا تنتي يقادي واي أما ماذا هي انشرو كغشي فحلق مركز اسكحيري ففدية فعليه قفك اسكوركي سوحا آطي فدية فرشو وين اسفرطا فدية لأسو من صيام الصون أو صدح مالموت أو صوم أو صدقة أما صدقة أو صدح ساع أو راشن أو ليح مسكين أو قيبيو أو نسوك أما قورع
oo wax weyn neef ariga ugu yaraan u gowro intaas mid way ka doortaa waa takhiiri kafaradan takhiira saga kala doorana final ayat ayadu amatu wa am hayla fiiri faman wa shartiya wa am ayadu final ayat ayadu amatu wa am لأن من اسم شرط واسم شرط واسماء الشرط اسماء شرطنا من سياق العموم عموم كسيغوين كيسي كمدين وقد نزلت وان اي سودكت آياته في كعب بن عجرة صحابي الذي جرى كعب بن عجرة رضي الله عنه اي آياته كسودكت كما قال عبد الله بن معقل سيد عبد الله بن معقل اويري جلست وحن لفريستي الى كعب بن عجرة كعب بن عجرة لفريستي فسألته ويدي عن الفدية في اليد إيقا ورها من قف حاجئة أو تنتحيري أما إدياها شري أما وحرفا يمرصدي أما درق شري أن أبناني حيالي ثواكيدة إي أن قفك أبناني معتمرك أي حاجئة قفك السمعية سيطنتي وحيري إدياه شري عطر اسكو شري بار عدد هميس اسكاك شري مدح الضبالي قفك السمعية وحيالها ترفها فاكهيسي ee laga xarimay qofka haajiga ah qofkii sameeyay fidyada ku waajibayda ka waran faqala wuxuu yiri Ka'b ibn Ujra Ka'b ibn Ujra wuxuu yiri nazalat waysootay ayatu fiya fi sha'ni ani arintayda ku soo dagtay khaasatan akhusu wan gari yali ya khaasatan garahal aniga dib ugu dhacay markaas ay ayata suratul baqara soo dagtay waatim al-hajj wal umr ayata soo dagtay وهي آياتنا لكم إذن كيرين سناتي عامة أعم عامة وعميمة يا عميلي دي وحوهيين آياتنا إذن كيرين سناتي خبنك مسلمين طبن أيوية لقفكستا اتنتي سحيرا أيا لغت دونية في ديابة حملت واكنا صور كيو شاك كعب بن عجرة حملت والله قاضي إلى رسول الله رسولك اللي حق صلى الله إيقاضي صلى الله عليه وسلم والحال أي الله يقاضي القمل إن جرتي يتنافر ضادنا على وجه وجهك كركس أكو صوت ضادنا أنت إن جرتي تردي كبضتي أي أيضا قلقل إلي وجهك أنت صومري إلا ما أبتها الضيارة داني سيديسك قبر دايما ما هين وحا لغا صوت اللغين إياه شم بغلو كيلو مكتير واح كله وحا وين ضيارة ما الله راعي ما قفك أقول رونا حلوة تقصارا كي كانوا اللغين والبديدة وكلين markaas wax weyn kureey iyo dhididkii ka bad ma garatay tintina lama taaba karo oo lama xiri karo markaas in jirtinta ka badatay ay wajiga ku qulqulee nabiga markii loo geeyay faqala nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ma kuntum ma'anana hayn ura mit ummalaynaya al waj'a hanunku balaqa bika adiga inuu kula geeray ma meesha araa akayo meesha aan hadda arko in hanunkaagu gaaray ma aanan u haysan oo herkes gaartay atajidu shaata fiir neef ka gowrac marka inuu neef ariye atajidu shaata neef ariye meheli karta aad qashide faqultu wa an la ma ya meheli karo faqala urusum thalathati ayami sadh maalmo tsoon marka sadh maalmo ta tinta iska xiirtid waxa weyn uma adkaysan kartid in jirtaane waxa weyn sadh maalmo tsoon aw at'im sittata masakiina ana lih miskiin qudi حالا سينا مدوالبا لكل مسكين نصف ساع مسكين كستبا وحالا سينا يا ساع بركيس مركا ويحي اللي بيحي عنتدا محاين نغدين صدح ساع وليح مسكين لو قيبي فبركا خيار ويا بسيد آيات دو عدده دي ناف اريا انا تقشو ليح مسكين انا تسيدات متكيبا ساع بركيس ايا صدح مانوض انا صنط خيار دولاب مركا فيري آيات بصبركم حوها خاص من سحابي وقار عرين هيسدي إلهي مركا آيات عامو سوتا جي سوبا دجين خبن كبقاقة وحاويان كعب من حج وما دهن كعبساس هيا إله ما دهن إيا وغير فمن قف الله قفكي كان أهذا منكم إذا كحالو كان ميدا مريض إلى يوم القيامة قف الله قفكي وحاويان عليس كان لغات هلو وحاويان رقصدا سوحيستا كفاردا سونسكا بحنا ومن فروع هذه القاعدة قاعدة فروع يدا وحاكا ميدا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فروع ذا كل اسم إذا وحاك مذا أنه شأنه ليس أمسنان لمخرج الزكاة زكاة قفكي بحيي شراؤها قد شديد ممن قفه كقطو صارت زكاة أيها إليه قف دو زكاة بحيي قفكي وزكاة سيدي ببما قركو
بير تانا بلهاد قف اكو يمد وحا تري راشنكي وحا وين لبراس اللارو نقضي لبراس كوان ايو نقضي سكدي قاضو مركات سيدي ويروا اي باع وايها انا كاقرا مديكت مديكت قيل اياد لهاد قف اكو يمد قارن تاس ايو نقضي سكدي وقالنا ادو تشعشاي مركات سيدي ويروا اي باع ورانا اقانا هو يريد اي ابه هذي انا كاقرا ياتي قال انت ما بنانا وحرانا الولي ما قلت قف اكو يمد وحوي نفسك كاهد سيدة اري اما نفس الله هاتسيدة مركز يروا اي باع انا قدام اي ما بنانا نفسك كاهدو بحيدي ديبو ما سوى قلت ديبو ما قلت وحوي وانا تكهد تاها كل هذا صدق دادي اقول الله قاعدة كل اسمه اذا كمتح مركا ماشي الدليل كلا قاعدتوا صصعدا ما ان دليل كلا صصعدا كل اسمه اذا لكن قاعدة انا كل اسمه دونتا وغير اللي ما حديث كده الدليل رواه وريي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب وغير حملت وان صدق استي على فرس فرس في سبيل الله جهاد كان صدق استي من مجاهد ان فرس كان صدق استي حملت وان صدق استي على فرس فرس في سبيل الله وحوين جهاد كان صدق استي فأضاعه فرسك وحطيعي الذي منك كان فرس كاسو عند وقت سكسونا ninki aan siiyay oo aan ku sadaqaystay afaraski bayay wadanantu waxaan u mareeyay inuu ninkaasu baa'iuki gabayo inuu yahay bi ruqsin taqal lacag jaban ku gabayo bi ruqsin lacag jaban ku gabayo raqis ku gabayo faraskan way yaqaan umar qiimihiisa fa'aratu waxaan doonay an ashtariyo ina ka gato waxaan si ninkaan lacag jaban maadaama uu siirayo faraskan dadku ma yaqaan adaa yaqaan abuu ka faa'iido gado ka gado لكن الصحابة بدنا من توه حسك قصان كده النبي جو بتجي شيرين صلى الله عليه وسلم أمرك كوبان أدي شيرين النبي قال وحنو ما يبنيه مسأي ما بنانا وكو بنيه دليل يروح دقائق كوما بنان دليل وياك تشوجا ساس أوبدنا يا الصحابة إن السمايا فسألت رسول الله رسول كلام ويدي صلى الله عليه وسلم فقال وخير الله تشتري حقرني حك حقرني ولا تعودها كن مقنن في صدقتك صدق بابا ولا تعودها كن مقنن هكل عبان في صدقتك صدق بابا ولو أعطاك هدور ربها كاسيو بالدرهم هالشلين هدو حتى كل شلين كاسينا هكا قداني سنة وهو قداني ولو أعطاك هبا كاسيو بالدرهم هالدرهم فإن العائد وكان ما كفير إلا ذا حقوك إلا ذا حقوك إلا عاما ما بيقو كده إن الحقوك كان عمرك قاسين فيري نبي قال صلى الله عليه وسلم فإن العائد قف كلابتا في صدقتي صدقتي سكل لابتا كالكلب أيو لمديه أيغو يعود كلابنا في قيه متقيس أما هم قاعديس أي انتم متقي أما هم قاعي دفع عمي يقرح بلي أبو فلعي صماهم قف تصدقت بحيي صدقتي سكل لابتا نعس أبي قفو سيين كسولي وكأشري ايروي اما واحد ينقف سيي ديب او غدانا لبدودو اسكوميد وارنا باش ان اتكدا اشتو يا ان اتكدا تلبديبا كولاباش الا marka laga reebo aabaha aruurtiisa wuxuu siiyaa ka ishe kara wana u banaan iyada adilla gaar ah waxa wax hadithka nuxmaan ibn bashir iyo hadith kale boo alay ma halu shaydku marka halkee laga qaadana fiiri ina hubunku gaar ku aheen xor wax laga qaadana fa al aid وأشم موصولة له كشفته عاد يعود العائد مثل مقضيس السارق الزاني أشي كشفته كالوي وموصولة له وي وعيري فقوله نبي قول كيس أعيري العائد قفك اللافتة لفظ واللفظ لفظ عام عام لأنه لفظ دخلت وحا قشي عليه كور كيس الأقشي أشاسو الاستقراقية ما شنت لو بسبيكوي ثواب معها اشاسو الموصولوي اشو اشو موصوله معها عاد يعود العائد السارق الزاني الضارب الى متى بده كجيرته marka waa mawsuula kitabka dabcadi koobad marka oga waxa weeyaan akhda dhowru leey sida moqta in kasoo ad loogu dadaalay hadana akhda waa in laga helo marka istiqraaqiya maahan waa mawsuula macnu isbedeli ma hada mawsuuladuna waa waa caam oo umumay kaanta وعوى الاستقراقية هنا عمومي كيني لودو
لكن استقراق يوي مش وليه سواب كما فيا أم وعميم يا فيا أم وعميم يا حبنك من قف اللطفك عاد كل عبطة في صدقتي صدقتي حبنك أمك حسود قلي عمر كليا ما هاني أي شخص كستوي صدقتي كل عبطة وعما دبو قطة أما كبع الشدقفك سوى كعشن أفضل صغرت أهين عرورو باري شرعا ماذا كعشكو ويجي دويت بوس كأن كسي السي أركسي ما يرد قطة كفنا مركا او هذا شرع حق بقو مالك ما قرأت والد كأم بولد في سكيع شكرا هو شرع أولى ولا يقال لديهما معنى إشكال وحكي وقار وحيرا مايا حديث كان سبب كان نبي قديده صلى الله عليه وسلم عمر إنو قطو ما هين إن أنقفك صدقاتي سيكذكرين إلا ذا خبنك كل سيئو نبي قديده وحي أهاد فرس كواه وقف عمر وقف الله ما بقضب قفك ذكر نبي تشرح وقف وقف لنا ما قدكر لا قفك وقف انا ما قدكر ولا قفك لنا ما قدكر دي شيء مر لو وقفه بوس كان ووقف اتي احنا كو وقفه الدولاب علم وها سيخدين اتي ووقف اتي بوس كان قرآن كان لغو ديغو هده ديب لو ما قدكر وقضا مركز المسجد حق انا كن بيو حي عبلاد حاد قدي مبلغ قدي كربا مالن كان وقفتين بيح وقضا ما مالن كاسي وقضا ما مالك وقف لما قضو لا قف كي لهانا ما قرأ كانوا ديبوا ما لابا كارو لا قف كي لهانا ما قرأ كارو مربع داتين واح وقفين بيع وكذا معه بعد ربتين مركوا لين مسي كوبي وحدها وقفين قب العكت مسي تفقوطة لكن مرة بنا سوى وقف المقضوع لا يباع ولا يهن ولا يرث خلاص وقف معه مركة تاسو كتش وابع تاسك قبل ايرادة ما هي فرس كانوا وقفوها ساسا اللي وديدي مركز تاسو ربعين كتشوه ايقفك صدقاتي سواء قدك رقار دهاي ويقول ولا يقال لما دهاي يحتمل وحا صورة قلقة ان الفرس فرسك كان فرسك موقوفا مثل وقفيوها في سبيل الله جهات لغو وقفي فمنع النبي النبي ويديدي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك وقف كسترتي سوديدي وحن لو دهين لأن الأخذ قاد الشرق بعموم اللفظ اللفظ عموم كيس اللقاته أولى كحق لمبضان من التمسوق كدقيدة بخصوص سبب سبب قارة الهدق بأن حتى نرانو فرس كانوا وقفوا أحا حتى نرانو حتى وحوهيان سبب تاسا خاص هذا هذا كان نبيه وعام ويقول فإن العائد إلا أنا نبيه كما نبيه ووقف حتى يوقف لماذا إلا نبتهي فإن العائد ماشي ما سوقشين ويقول إلا الوقف لا يباع ما دينا ويقول إلا ودي دو قدقي صدق بعض الغمالات taas annagu xilladi ka dhigay marka xilladu waa taas wey waastafna wuxuu soo reebay ibnu daqiq al-eid ibnu daqiq al-eid wuxuu soo reebay iyo wal musannifu ibnu daqiq al-eid waa weeyaan waanin usuli ah muhaddithna way faqihna way usulku aad ajaib badan marka kitabka faa'idada badan ee indhaha sharxa oo waxa weeyaan ihkaamul ahkaamka kitabka sheekha iskale weey ee aan la sharxin indhaha waxa weyn sharax la mid ah laakiin qofka ka faa'iidi kara waa qof usulki u bilaabay ee qof usul u bilaawnay taas inta indhaha uu taagulayaa ku wada uu iska dhiga marka taysir calaam waa inuu garta ka qofka taysir u bilaawnay kitabkiisi ma aha al-ihkam al-ihkam ma aha kitabkiisi waa taysir calaam ee la taysir waa kitab iska fudud qof walba ka faa'iidi kara qof walba faa'iidi iska fudud ku taal laakiin qofka ilmi diqaaraba oo usulki la fahmaya وإنه قاعدت مركز إحكام الأحكام لما كتاب يسكو ميزانا ما يا لما كتاب يسكو شبه منا لكن كاسو أباهي فني جيسينا دحكتنا وسطتنا مانك حتى ماها فقه كريم فقه يوغاهد الله وغاهد الله حديث وغاهد الله أصول مسائل كي وقبسا سيد العلم أصولي وقبسا مركز واحد نقايل مسائل أيها قواعد ومهمة وماشا لقاعدة عبدة يقابك الله قاعدة وسطنا وصار يا ابن دقيق العيد هي والمصنف مصنفك إذا دل الدليل هدي دليل تصو على تخصيص العام عام كجاريه لديسة بما شيء لغو جاريه له يشبه شبهه حال السبب السبب في حالة ديدة الذي سببك ورد وصو أراري هو عامك من أجل سببك الدراديس فإنه عام كاس يختص وحقار كن قنا بما حال يشبه شبهه هو حالك
waxay yiraahdeen ahl ilmiga gabar sida nutaqiq al-eid al-uthaymeen iyo waxa weeyaan waxa jirta al-ibratu bi'umum al-lafdi la bi khusus sabab asal waxa dalilka caamka wa inu amimu fi jami' al-ahwal wa fi jami' al-ashkhas wa inu amimu laakin mararka gabal waxa jirta yiraahdeen umumki ahwash in meesha laga saaro oo sababtu ay keento waxa weeyaan in lagu khasiso xaaladdiis uu ku soo degay waxyigaaro oo caamkaanu ku yimid xaalad ku eg in lagu qasiso laakiin marnaba lagu qasisi maayo shaqsigii uu ku soo degay marna lagu qasisi maayo marka ashqaas lagu qasisi maa laakiin xaaladdaas oo kale xaalad shabahda mararka gabal waa lagu qasisaa taas oo kale waa dhacda oo qaacidada way laga soo istatnoona istatnoona marka waxaan nidhi waxa weeyaan waxa laga soo istatnoonayaa waa min cumuum alahwaal احواش دم لو عنيمو امد لغا سو ريبال لا قارا احواش لو عنيمينا جيره لا من عموم الاشخاص لكن اشخاص تمر وحنا سو ريما واستثنى وصرب ابن دقيق العيد اي اول مصنف مصنف عثيمين اذا دل دليل دليل هبطوس على تخصيص العام عام كجاريه ديس بما حال لو قاريلو يشبه شبهه وحال كاسو حال السبب سببتي حاله ديده الذي صرف كي ورد وصو أروري هو عامك من أجله صرف كدرتس وصو أروري فإنه عامك يختص وقار نقنا بما حال وكو قار نقنا يشبه شبه هو حالك هو حالك وصرف كها فمثلا تصالحا قوله النبي قول كيسو صلى الله عليه وسلم أوير ليس من البر سمفالك كمت ماها الصيام الصوم في السفر السفر كاللغو صومو فالصيام الصيام لفظ واللفظ لفظ عام عام لأنه لفظ دخلت عليه وحاق شيء الأشاس الاستقراقية ما شينت له نسبه فيعم صوم كان وقو عميما كل صيام صوم كستا سواء وحا اسكم مدأ أكان أهاية فيه صوم كست إحديسة مشاقة لباطو على الصائم قفك صوما لبايو ام لا اما ما احانين ويسو قلعي اللفظي كان مارك اللفظي هو عام لكن حديث كلال او خارجي اللي هلاي كاسا خصيصي او كو خصيصي حالات قاك ما احان شخصي وسبب الحديث حديث كان سبب تيسي ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم رأى وقو اركي زحاما اسئريرين تد اسئريرية ايه ورجورنين ننكو قضوا للا عليه الحريوح بلات الله سميه فقال النبي مركز يريد ذلك حديث كاس ليس من البر الصيام في السفر مركز النبي يريد صلى الله عليه وسلم وخص والقاري يلي عموم هذا الحديث حديث كان عموم كيس بمن قف القاري يلي قف القفك شخص وسوس كعام بمن قف أي القاري يلي يشبه أشبه حاله حال كيس حال هذا الرجل من كاس حال ديس قف كستا وحالديس شبهدو من كاس حالديس وحديث قاركويا وهو قف كشبهي من قفوي يشوق ببيو عليه قف كركيس الصيام الصوم في السفر السفر كالغو صومو فلا يكون النقم صيامه قف كدبطان يصوم كيسو من البر الضعاد إله اللي عابده متك متأ وإنما وحكا لماها يكون صوم كيسو النقنا من الإثم الدنبي قمت كاملا دنبي إلا قف رقصدي كاتتكي وعاسيه النبي النقران والدليل وحاتوسا على ذلك التخصيص كاس حالات بس لغو قاري يلي أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي وقوءها يصوم من صوما في السفر سفر كده صوما لأنه نبي لا يشوق صوم كده بمين عليه النبي كوركيسا وهو نبينا marka maadaama uu soomay birriyo aha marka waa inuu jiro soon birri ah waa in la soo reebo oo uu jiro wuu nabiguna la yafalu ma sameeyo ma shay leysa birrin an taa ahayn wal aslu asalka hada tibiileh waxa weyn haddii xugunkaas amu nabiga ku gaar aha sidii wisaal kuba ugu gaar aha oo nabiga inuu wisaal sameeyo gaar ay ku ahay wisaal waxa la yiraahdaa maanta soomi aw afuri meedid birriyad ku dare فاسو كلا نبيك غار كو اهد صلى الله عليه وسلم تانونا اماي نبيك كو غار اهد هداد اشكالك سو اروريدو جوابا لغو سينا واتنا وعو يري والاصل اصلك في الاحكام احكامتو اصل
عمومها وعام نقشده له النبي اي عام كتها ايه ولي امة امتي اصل وحها وحكستو النبي يريد اما او سمييو ان امتنا اي سمييان الا وحي الدليل عديو اللي يريد حكم كاسو النبي قاركو ياي ما هاني مركا خصوصيانو ما اصل والنساء القاره شرع وصور ياي اي اصل وحها وحكستو النبي سمييو صلى الله عليه وسلم الله قد ايضو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن تاسع الصلاة وعلى هذا كان تنقبن يقال وعلى ليه الخصوصية خصوصية الصدف وقارك وخاصك نوعان واللب خصوصية واللب ألف خصوصية 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 راسو شخصية شخص له نسبي سبب خاص أياتي مارك إن دليلك عام كشخص له قاري ومت أي أن يكون إنه النغضة حكم 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 كعام عام خاصا نتقار كوة بشخص قف قف كاسو لا يتعداه قف كأوسن وقد بيه إلى غيره قف كلي إلا إذا نفذ عام وصو أراري شخص عام خاص كوية إتكلم حكم كوكد بيه وهذه خصوصية باس لا يخص لكو ما خصصو بها خصوصية العام عام تصمد نعضو لفظ عام وصو أراري وحوين شخص اللي مخصصه ما نتعب التاسو شرعا با خصوصية 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 داسو حالية حالات اللي نسبية إن حالات قارعة أو شبه دا حالات دي سبب كاللغو قصصه لفظ عام كا تاسو يمد شرعا كتماد با خصوصية حالية خصوصية وحالات اللي نسبية أي محل الولد أن يكون إنو النغضة حكم 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 كعام عام خاصا مدقار كوة بمن قف حاله حال كيسو تشبيه أي شبه دو حال صاحب السبب سببتي حال سببتي قف كي الصاحب كها حالة ديس أي شبه دو تاسو نغضي وهذه خصوصية دان وقوحوين حكم كإنو قال يالعام كا قف كي حالة ديسو شبه دو قفكي صبرت أي كسب من الحالة ديسة اللي قار يلو وهذه خصوصية بان يصيح وحا أنصحي أن يخص إلا قار يلو بها خصوصية بان العام عام اللي قار يلو تنواد عدا